هو لو حد عاوز يشارك، فيعني انا مثلا دلوقتي عندي وجهة نظر او عندي حاجة عاوز اقولها كمتحدث، بتبقى على اساس ايه وازاي يعني؟ طيب خلينا اوضح لحضرتك الحته دي. احنا الويب سايت بتاعنا في جزء فيه في الاسم يعني مكتوب فيه ريجستريشن. الريجستريشن على الويب سايت متقسم لثلاث اجزاء. تمام. تقدر تشارك كمتحدث، عندنا جزء في الريجستريشن ان انت تطلب فيه انك تشارك كمتحدث، وبالتالي بيجي لنا ايميل فبنبدا نتعامل مع هذا الشخص ان هو بيطلب يكون متحدث. عندنا الحاجه الثانيه انه حد يطلب انه يكون فيزيتور، واحنا على فكره بالمناسبه التسجيل كزوار هو مجاني كاول سنه عاملين التسجيل كزوار مجاني. والحاجه الثالثه هي التسجيل لحجز مساحه او للمشاركه كعرض. تمام. دول الثلاث اجزاء واضحين جدا على الموقع بتاعنا، وموجودين برضو كل الاوبشنز دي على كل وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك انستجرام اكس تويتر، موجود عندنا اسلوب التسجيل واضح جدا. لكن انا عايز اقول لحضرتك بقى حاجه حصريه. اتفضل. اكيد يا ريت. انا ارجوك. انا عايز اقول لحضرتك ان مصر للطيران ايجيبت اير هي الراعي الرسمي للبزنس لاونج. يعني احنا داخل القمه في عندنا صاله مخصصه لرجال الاعمال ولكبار الشخصيات الهامه. مصر للطيران هي الراعي الرسمي للبزنس الاي في اس بزنس لاونج، وهي كمان الناقل الجوي الرسمي لزوار المعرض من الخارج. كمان هي استراتيجيك بارتنر، فده نقدر نقول عليه تصريح حصري. طيب هل بتدي حاجه مختلفه يعني للحضور المعرض؟ هل بتديهم ميزه؟ طبعا مصر للطيران بتدي تخفيض 20% لأي زائر هيشرف القمة من خارج مصر على تذاكر الإيكونومي، أو وبتدي كمان 15% على البيزنس كلاس. فده طبعا يفتح المجال بشكل كبير للزوار ان هم يجوا. طيب هو بس في حاجه حضرتك قلتها لي دلوقتي وانت بتتكلم، ان انا لما هاجي اسجل ممكن اسجل كعارض. تمام. طب يعني ممكن اعرف مثلا ايه المتاح لو انا بشتغل في ايه، او انا بعرض ايه البيزنس بتاعي ممكن اعرضه في المعرض؟ ايه هو يعني عباره عن ايه؟ يعني لو انت الشركه بتشتغل في اي مجال ليه علاقه بالطاقه النظيفه والمتجدده والنقل الذكي والبنيه التحتيه اللي بتخدم الملف ده، تقدر تدخل تطلب ان حضرتك تكون مشارك كعارض، وبالتالي احنا بنبص على الكمباني بروفايل بتاع الشركه وبنشوف هي متناسبه مع القمه. تمام. بنبدا نتواصل مع حضرتك ونحدد المكان طبقا للزون. احنا الارض العرض مقسمه لزونز. في جزء خاص بالعربيات، في جزء خاص بالبنيه التحتيه، في جزء خاص بالشركات السبير بارتس وهكذا. فبنبدأ نوظف الشركة في المكان اللي يخدمها ويخدم السوميت يعني. طيب.